دمعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. بعد أن فتحت مكة وتمت نعمة الله عز وجل على عباده ودخل الناس في دين الله أفواجا، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القبائل كلها استسلمت ورضخت إلا قبيلة واحدة أو قبيلتان، هوازن، ودخلت معها ثقيف، وجاءها بعض البطون من العرب يريدون قتال النبي، أخذتهم العزة بالإثم، فجمعوا ما جمعوا من المقاتلين وخرجوا لملاقاة النبي وأصحابه في شهر شوال من السنة 8 للهجرة. بعد أن مكث النبي 19 يوما في مكة أمر الصحابة بالاستعداد للقتال والخروج لمواجهة هوازن. 10,000 جاءوا معه لفتح مكة مستعدين، وانضموا إليهم 2,000 رجل ممن أسلموا حديثا من أهل مكة، وخرجوا ليواجهوا قبيلة هوازن التي طغت وتجبرت وتكبرت. أما هوازن فقد خرجوا بمقاتليهم وبنسائهم وبأبنائهم وبكل ما يملكون من أموال. اعترض البعض من الحكماء عندهم على هذا الفعل، قالوا لا، لن نتنازل أو نتخاذل بما أن معنا الأولاد والنساء والأموال، سنقاتل حتى النهاية. اعترض البعض لكنهم أصروا، خرجوا إلى منطقة اسمها أوطاس، وخرج النبي في 12 مقاتل يدكون الأرض دكا، فيهم 2,000 ممن أسلموا حديثا، للتو قد أسلموا، متوجهين إلى حنين لملاقاة تلك القبيلة المتجبرة. المعركة ستكون شرسة، فالعدد كبير، هوازن خرجت بكل ما تحمل وبكل ما تملك. أما النبي وأصحابه خرجوا في 12,000 لأول مرة، هذا العدد الكبير، يخرجون في هذه المعركة ليلاقوا بعضهم البعض في منطقة اسمها حنين. أما المشركون، أما هوازن، نزلوا في مكان قبل حنين اسمه أوطاس. أما الصحابة في طريقهم لقوا شجرة كان المشركون يتبركون بها، هذه الشجرة كان يضع المشركون عليها سلاحهم ويذبحون عندها ويتبركون بها في القتال. فرأى بعض الذين أسلموا حديثا هذه الشجرة، فقالوا لرسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما كان قبل الإسلام شجرة اسمها ذات أنواط، اجعل لنا شجرة مثلها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا، قال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الفعل عبادة من دون الله، جعلتم شجرة إلها من دون الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. غضب النبي على قولهم هذا. نعم، ما ارتدوا لأنهم كانوا جاهلين، لكن الكلام شديد والكلام خطير، أن يتبرك الإنسان بجماد أو بشجرة. أكمل الصحابة طريقهم،
يريدون أن يكسروا هذه الشوكة الأخيرة، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كبير ولا يستطيع أحد من الناس أن يهزمنا. أعجبوا بكثرتهم، فكأن النبي أزعجه هذا الكلام وأغضبه، لكنه أكمل المسير لملاقاة هوازن في حنين. تقدم جيش المسلمين باتجاه حنين 12,000 مقاتل. فلما حل السحر بدأ النبي بترتيب الجيش وتعبئته: أنتم في الميمنة، وأنتم في الميسرة، وأنتم في المقدمة، وأنتم في المؤخرة، وفي الجيش أناس للتو أسلموا حديثا. فكثر الكلام بينهم أننا غدا منتصرون لا محالة. فهذه الكثرة وهذه القوة وهذه المنعة لا أحد يقف أمامها، وهكذا انتشر الحديث بينهم. في الليل لما جهز النبي الجيش، كان مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف زعيم المشركين أيضا يجهز جيشه، وأمر أصحابه أن يختبئوا في أطراف وادي حنين ولا يظهروا أبدا. فإذا تجمع جيش المسلمين في الوادي أن يظهروا فجأة ويرموا المسلمين رمية رجل واحد بالسهام والنبال، يرشقوهم بالسهام والنبال. وفعلا في الصباح تقدم جيش المسلمين ودخلوا إلى ذلك الوادي، وادي حنين، 12,000 مقاتل من المسلمين. فجأة قام المشركون من أطراف الوادي يرشقون المسلمين بالسهام والنبال، والمسلمون لا يدرون من أين تأتيهم هذه السهام وهذه النبال. أمطرتهم مطرا، تتساقط عليهم النبال من كل اتجاه، فنظروا حولهم لا يدرون. وإذا بالجيش الإسلامي بدأ ينسحب جزءه ثم الجزء الآخر ثم الجزء الآخر، وارتفع الصياح والصراخ والهروب من جيش حنين. وإذا بالنبي يناديهم يقول لهم: أنا رسول الله، هلموا إلي عباد الله، أنا رسول الله، ولا أحد يسمعه. فالصراخ قد ارتفع والناس يهربون ويولون، وإذا بقائل يقول: بطل السحر اليوم ممن أسلم حديثا، وآخر يقول: لا تنتهي الهزيمة إلا عند البحر، وآخر يصرخ. وإذا بالناس يتراجعون: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لم يبق من 12,000 من المقاتلين إلا 9 من المؤمنين، 9. وهنا ظهرت شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته يضربها ويتقدم لوحده. المسلمون انسحبوا وأمامه جيش الكافرين، والنبي يتقدم ويضرب بغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وعنده سفيان ابن الحارث يمسك بزمام بغلته يمنعه، يقول: يا رسول الله ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ لكنها الشجاعة. ثم قال للعباس: يا عباس نادي أصحاب السمرة. فنادى أصحاب رسول الله: يا أصحاب بيعة رضوان، يا أصحاب السمرة. وإذا بهم يسمعون الصياح ويسمعون المنادي، علموا أن الرسول وراءهم. فإذا بهم يلتفتون التفاتة قوية ويعطفون على رسول الله كما تعطف البقر على ولدها، حتى أن الراكب على بعيره، البعير لم يطاوعه، فكان يسير مع القافلة فرمى نفسه من البعير، وأسرعوا يركضون إلى رسول الله: لبيك لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لم يبق مع رسول الله إلا 9 في البداية، منهم آل بيته، لكن المسلمين بدأوا يتقاطرون 100 يتقاطرون على رسول الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وإذا بالملائكة تتنزل، وأنزل جنودا لم تروها
وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فإذا بالنبي يرى أصحابه يتجمعون مرة أخرى، الألوف تتراجع مرة أخرى إلى رسول الله، حتى أن أحدهم يرمي نفسه من مركبه، من بعيره، من فرسه، ويركض إلى رسول الله بيدهم سلاحهم، وبدأت المعركة. هنا يقول النبي: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، ما نفعتهم مكيدتهم وما أغنت عنهم شيئاً أولئك المشركين. لما رجع أهل الإيمان مرة أخرى، ولما أنزل الله سكينته على عباده، هنا حمي الوطيس، فأخذ النبي حفنة من تراب فإذا به يرميها في وجوه المشركين ويقول: الله أكبر، شاهت الوجوه، الله أكبر، شاهت الوجوه، والتحم الصفان واشتدت المعركة. وإذا بالمشركين يتساقطون واحداً تلو الآخر، يتساقطون واحداً تلو الآخر، والمسلمون ينتصرون، وبدأ التكبير يرتفع: الله أكبر، الله أكبر. نعم كان الانسحاب قليلاً، نعم الله عز وجل علمهم أن الكثرة لن تغني عنكم شيئاً إلا إذا نصركم الرب عز وجل. نعم تبين الضعف في بداية الأمر، لكن المسلمين ما لبثوا أن عادوا إلى رشدهم ليعلم الرب أصحاب نبيه أن النصر ومن نصر إلا من عند الله. وإذا بالمشركين يتزعزعون، وإذا بالصفوف تتزعزع، وإذا بالقتلى يكثرون، وإذا بقاداتهم بدأوا بالانسحاب، بدأوا بالفرار. فرت بعض سراياهم إلى مدينة تسمى نخلة، فتبعهم المسلمون بسراياهم فهزموهم، وفرت طائفة منهم إلى مدينة أخرى تسمى أوطاس، فتبعهم فلول المسلمين حتى هزموهم. أما الطائفة الكبرى بعد أن قاومت وقاومت وقاومت، علمت أنها لا طاقة لها بالمؤمنين المقاتلين الذين أرادوا الجنة والدار الآخرة، ما أرادوا شيئا من هذه الدنيا، فروا أكثرهم إلى الطائف. أما النبي فأمر الصحابة أن ينتظروا، ألا يذهبوا وراءهم إلى الطائف. حتى انتهت المعركة، ترك المشركون نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا ذراريهم، تركوا غنائمهم كلها وهربوا إلى الطائف. فأمر النبي أصحابه أن ينتظروا، ألا يذهبوا وراءهم، حتى جمع الغنائم كلها، غنائم لا حصر لها، 24,000 رأس من الإبل، 40,000 من الغنم، وآلاف من السبايا من النساء والأطفال والأسرى. تركهم المشركون وفروا هاربين، حتى جاء لرسول الله بامرأة اسمها الشيماء بنت الحارث. قالوا: إنها أختك يا رسول الله. أختي؟ قالوا: نعم. فإذا هي أخته من الرضاع، فأكرمها النبي وفرش لها رداءه، ثم من عليها وأطلقها. رأى أخته من الرضاع شيماء بنت الحارث، امرأة سعدية. ثم لما جمع الغنائم وضعها في الجعرانة، وأمر أحد الصحابة أن يقف عندها، ثم أخذ الجيش وتبع المشركين إلى الطائف. انطلق جيش المسلمين باتجاه الطائف، حيث تحصنت هوازن وثقيف مع قائدهم مالك بن عوف. سار في مقدمتهم خالد بن الوليد في 1,000 مقاتل إلى الطائف، ثم تبعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للتو قد انتهى من معركة حاسمة صعبة وحرجة، وما لبث رسول الله إلا أن تقدم إلى معركة أخرى تتمة للمعركة الأولى.
كم كان عمر النبي في هذه المرحلة؟ كان أكثر من 61 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. صار النبي مع أصحابه حتى وصلوا إلى الطائف، حاصروا حصن المشركين، لكن المشركين كانوا متحصنين تحصنا كبيرا، رموا المسلمين بالنبال وجرحوا منهم من جرحوا، بل قتلوا من المسلمين من قتلوا. حاول المسلمون اختراق الحصن لم يستطيعوا، هم النبي بحرق أشجارهم وأعنابهم، فأرسلوا إلى رسول الله أنشدوه الله والرحم ألا يحرق أعنابهم ولا أشجارهم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترب من أشجارهم ولا من أعنابهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر أياما وليالي، قيل 20 يوما وقيل 40 يوما وهو يحاصرهم، حتى أرسل إليهم أنه من نزل إلينا من الحصن فإنه حر لوجه الله، فإن النبي يعتقه ولا يمسه بشيء. فنزل 23 رجلا من ثقيف وهوازن، نزلوا كلهم إلى رسول الله، سلموا أنفسهم، فاعتقهم النبي وأرسل كل واحد منهم إلى واحد من المسلمين يمونه ويعطيه ما يحمله ويرجعه إلى بلاده. وهكذا زعزع النبي صفهم. هكذا جيش المسلمين سار بكل قوة وحاصر المشركين بكل قوة، حاولوا اختراق الحصن لكنهم لم يستطيعوا، ومع هذا المشركون كانوا صامدين متحصنين. فإذا بالنبي يقول لأصحابه إن القافلون غدا، فحزن الصحابة كيف نقفل ولم نهزمهم؟ قال إذن غدا انطلقوا. فلما انطلق الصحابة يريدون اختراق الحصن رماهم المشركون فلم يستطيعوا، فقال للصحابة إنا قافلون غدا، قافلون غدا بإذن الله يا رسول الله. وفعلا لما جاء الصباح انطلق النبي عائدا وهو يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فإذا بالصحابة يقول أحدهم ادعوا على ثقيف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف وذهب ليقسم غنائم هوازن على المؤمنين، وكانت الغنائم كبيرة جدا، بدأ النبي بالأشراف والرؤساء. أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وأربعين أوقية، قال وابن يزيد، قال فأعطاه نفسها، قال وابن معاوية فأعطاه مثلها، جاءه حكيم بن حزام فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمية كبيرة من الإبل بلغت 100، قال زدني فأعطاه مثلها. وهكذا بدأ يعطي الرؤساء والأشراف، فتجمع الناس عليه حتى قالوا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا بالأعراب يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الغنائم ويوزع الفيء على الناس، حتى بلغ أنهم تدافعوا عليه فتعلق رداؤه بشجرة من الأشجار، فنزع رداؤه فقال أيها الناس، أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان عندي مثل عدد شجر تهامة نعما لوزعتها وقسمتها عليكم وما تركت منها شيئا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وإنك لعلى خلق عظيم. الأنصار ينظرون لهذا المنظر، النبي يقسم الغنائم على أهل مكة الذين أسلموا حديثا، فوجدوا في أنفسهم قالوا نسينا النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا وذهب إلى قومه. فجاءه سعد بن عبادة فقال له يا رسول الله، هذا الحي من الأنصار وجد في نفسه، أعطيت وقسمت الغنائم على الناس وتركتهم، قال وما تقول أنت يا سعد؟ قال أنا رجل من قومي، يعني أقول ما يقوله الناس. قال فاجمع لي قومك في هذا الحائط. فجمع الناس في مكان الأنصار، دخل بعض المهاجرين فسمح النبي لهم،
جاء البقية فمنعهم النبي. هذا الاجتماع للأنصار لأنهم وجدوا في أنفسهم، فلما اجتمعوا قام النبي فيهم خطيبا قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فنادوا كلهم وتكلموا كلهم قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال النبي لهم: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك. وهم يقولون: الله ورسوله أمن وأفضل. طأطوا رؤوسهم وبدأت عيونهم تدرف، بدأ البكاء يظهر في صفوف الأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا، أمر تافه من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا، للتو أسلموا هؤلاء، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن وأفضل. وبدأ البكاء يزداد بين الأنصار. ثم قال: يا معشر الأنصار، والذي نفس محمد بيده، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. ثم أخذ يدعو لهم وهم يبكون: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وهم يبكون ويقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا، ما نريد شيئا من الدنيا، نريد فقط رسول الله، رضينا برسول الله قسما وحظا. لقد جاءكم رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخرج الأنصار وهم راضون برسول الله قسما وحظا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا أحب الأنصار رسول الله، فقد ضحوا بأنفسهم. ماذا صنعوا في أحد؟ ماذا فعلوا في بدر؟ كيف كانوا في الخندق؟ كانوا فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خافوا أن النبي تذكر قومه ونسيهم. لم يكونوا يريدون الشياه ولا البعير ولا الأموال، ولكنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الغنائم من الشياه والإبل والأموال، لأن هوازن تركت كل أموالها، قسم الغنائم بعد أن انتظر هوازن أياما طويلة، لكنهم لم يأتوا مستسلمين ولم يأتوا مؤمنين مسلمين، فاضطر النبي أن يقسم أموالهم وغنائمهم على الناس جميعا. بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم، جاءته هوازن مؤمنة مسلمة، فخيرهم النبي بين أموالهم والغنائم وبين السبي، فاختاروا السبي طبعا. فقالوا له: يا رسول الله،
إن فيهم العمات والخالات والأمهات والبنات فأعتقهم. فأطلق النبي سراح كل من كان تحته وتحت بني عبد المطلب، قال: أما الناس فإني لأملكهم. لكن الصحابة لما رأوا رسول الله يعتق السبية أعتقوهم جميعا. هذا الدين ما جاء لأجل المال أو لأجل الدنيا، إنما جاء رحمة للعالمين. ثم بعدها اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع إلى مدينته إلى طيبة. هنا بدأ الآن تطهير الجزيرة العربية من الأصنام والأوثان، فبدأ بإرسال السرايا. أرسل النبي سرية عليها عمرو بن العاص، أرسلها إلى قبيلة هذيل، وكان عندهم سواع، صنم يعبد من دون الله جل وعلا. أرسل هذه السرية إليهم، فلما جاءهم عمرو بن العاص سأله سادن سواع، أي الخادم أي الحارس على هذا الصنم، قال: ماذا ستفعل؟ قال: إني هادمه. قال: لا تستطيع. قال: لا كانوا يخافون حتى من الصنم خوفا. فقال له عمرو بن العاص، قال: ويحك، إنه حجر لا يضر ولا ينفع. فهدمه عمرو وأمر أصحابه فهدموه، دكوه وسووه في الأرض. فأسلم السادن الحارس وأسلم الناس، وأرسل سعد بن زيد إلى منات عند ساحل البحر فهدمه، وأرسل الإمام علي بن أبي طالب إلى قبيلة طيء، أرسله في سرية عليها 150، منهم 50 فارسا، إلى قبيلة طيء. فلما جاء علي بن أبي طالب قاومه الناس، لكنه هزمهم وهدم صنما عندهم يقال له الفلس، هدمه علي بن أبي طالب، وساق الغنائم إلى رسول الله والسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مشهورا عندهم آل حاتم الطائي كريم العرب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقسم آل حاتم. أما عدي بن حاتم فقد فر إلى الشام، وبقيت أخته في مدينة رسول الله. أتته أول يوم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا امرأة كبيرة لا أقدر على الخدمة، فمن علي من الله عليك. فقال النبي لها: ومن الوافد؟ قالت: أخي عدي قد فر إلى الشام. فتركها النبي. ثم جاءت في اليوم الثاني والنبي يعلم أنها بنت حاتم الطائي كريم العرب، فجاءت في اليوم الثاني فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، فمن علي من الله عليك. فجاءت في اليوم الثالث فمن الرسول عليها وأطلق سراحها، فقال لها علي بن أبي طالب، قال: سلي رسول الله الحملان شيئا يحملك إلى قريتك إلى قومك. فسألت رسول الله فأكرمها وأعطاها شيئا تركب عليه، فذهبت مسرعة إلى الشام إلى أخيها، فقالت: يا عدي، يا عدي، أسرع إلى رسول الله، أسرع، فوالله فعل فعلة لا يفعلها أبوك، أي أكرمني إكراما حتى أبوك لا يفعل هذا، حاتم الطائي. وكان نبينا أكرم من حاتم الطائي. ائته راغبا يا عدي. فأسرع عدي بن حاتم إلى رسول الله في المدينة، فلما جاء إلى النبي وجده يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله. فقال عدي: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: أليس يحلون لكم الحلال الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال عدي: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فتلك عبادتهم، هذه عبادة من دون الله. ثم قال: يا عدي، أتعلم إلها غير الله؟ قال: لا. قال: يضرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال: لا. قال: يضرك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: لا. فإذا بعدي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم وتعلم الإسلام وجلس مع رسول الله يتعلم الدين منه. فلما قوي إسلامه قال: يا عدي، الرسول يكلمه، قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة المسافرة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، ولترين كنوز كسرى تفتح،
ولترين الرجل يعطي ملء يده وكفه ذهبا لا يقبله أحد. يقول عدي: فعشت حتى رأيت الضعين تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. ثم يقول لأصحابه: لئن طالت بكم حياة لترون الرجل ملء كفه ذهبا وفضة لا يقبله أحد من الناس. هكذا طهر النبي الجزيرة من الأصنام والأوثان. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام.